السلام عليكم، صباح الخير عليكم. وقت اللي توصل لكم هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. في النهار تاع اليوم راني حاندي لكم تحليه بزاف سهله، يعني تحليه تجيب بنينه وخفيفه ومقاديرها بسيطه. بسم الله رايحه نبدا لكم في المقادير. عندنا هنا ريتله تاع الحليب، يعني درتها انا هنا في الكسرونه، نحيت منها كاس هكا، يعني ولات لي ريتله غير كاس، فرغتها هنا ونحيت منها كاس. هكذا رايحه نضيف عليها 3 مغارف تاع النشا، بسم الله، عفوا 4 مغارف تاع النشا، بسم الله. هذه الاولى وهذه الثانيه وهذه الثالثه وهذه الرابعه، يعني 4 مغارف معمرين. رايحه نضيف عليهم لافاني، كميه مليحه تاع لافاني، هذه لافاني. انا هنايا رايحه نحطها للنار، رايحه نذوب قبل مليح هاد النشا. 4 مغارف تاع النشا عمرهم مليح، هنا نذوب مليح هاد النشا مع لافاني ونحطها على النار. يعني هاد المرحله مانيش راح نعاودها، درناها شحال من خطره، برك يعني ترفد لي الغليه تجمد نحطها، ما كاش لي ما تعرفلاش. انا نحطها على النار ونرجع لكم. ودوك نجوزو يعني باش نوجدو المرحله تاعنا الثانيه. بسم الله، عندي هاد الكاس تاع الحليب اللي نحيتو من الريتله هذيك، حطيته هنايا بارد عادي. وعندي يعني هاد النوع تاع الكاطو، ما كاش لي ما يعرفوش، نتوما استخدموا اي نوع يكون عندكم. هذا راح ندخلوه في الحليب، يعني نخلوه يتشرب كميه تاع الحليب ونحطوه هنا في البلا تاع الفوق. اللي تحب تدير اي نوع ما كاش مشكل، ديرو هنا برك شربوه مليح بالحليب، يعني باش من بعد يجيكم كيما لا جينواز كي تعودوا تقسموا فيه يتشرب ويتنفخ. هكذا كملوهم كامل بنفس الطريقه. اذا خصتكم شويه تاع الحليب يعني زيدوا. عفوا جيبوا، انا هنايا حطيتها على النار وهاي اللي عقدت من بعد باش تفكرت بلي ما حطيتش السكر نسيت السكر. لمنا تحطوا غير 3 مغارف تاع السكر، معليش هكذا 3 مغارف تاع السكر، ما نكثروش بزاف يخ على الصيام. شوفوا رايحه نعاود نرجعها على النار غير باش يذوب هذا السكر، ولا بلا ما ترجعوها يعني رايح يذوب، معليش ضمانه رجعوها تعاود ترفد الغليه ونحوها. ودوك نجوزو للمرحله الثانيه. هنا واش عندي؟ انا عندي يعني تابليطه تاع الشيكولا، ديروا تاع 100 غرام، يعني واللي تحب اكثر معليش دير اكثر، انا راني دايره قسم 100 غرام. اللي تحب شوكولا نوار انا راني دايره شوكولا بالحليب. رايحه نضيف عليها نص كاس تاع الماء. هذا الكاس تاع الماء يعني راكم تشوفوا فيه راه سخون سخون يفور، رفد الغليه انا صبيته هنا. اذا خفتوا الكاس تاعكم يعني يتكسر معليش ديروا في الكسرونه، حطوا هذاك الكيل هذا عبروه بارد، حطوه في الكسرونه وديروه يسخن. رايحه نحط عليه الحين نخدموا به يعني كاناش تاع الشوكولا. هكذا انا هنا رايحه من مستاش كامل، برك نغطسها شويه هكذا في الماء، نغطيها ونخليها تذوب بعقلها. والكريمه تاعنا هايليك اللي نسيت فيها السكر هايليك هنايا بعد ما بردت. الحين تشوفوا الكريمه تاعنا تبان لكم يعني هكا شويه ماشي شابه، دوك نقول لكم واش نزيدوها باش تولي تعطينا كريمه بزاف شابه وبنينه. هذه الكريمه هنا رايحه نضيف لها كاس تاع بودره شونتي، هذا كاس تاع كريمه شونتي. بزاف راح تجيهم هاد الحاجه غريبه، نقول لكم صدقوني تعطيكم واحد الكريمه بزاف بنينه. وعندي قريصه الملح، قريصه الملح ما تنساوهاش باسكو النشا صامت وما درنا له والو، لازم ديروا قريصه الملح. هادو رايحه نخلطهم انا هنا بالباتور، صدقوني بعد تحصلوا على واحد النتيجه. انا ان شاء الله رايحه نبدا نطلعها معكم باش تشوفوا الكريمه تاعنا. الكريمه تاعنا هاي اللي بعد ما خفقناها، انا خفقتها واحد 10 دقائق، صدقوني شوفوا كيفاش تولي. اكيد الكريمه تاعكم يعني بعد ما تطفوا عليها نار خلوها تبرد مليح باش تضيفوا لها الشونتيي. هكذا خلوها تبرد يعني تاخذ وقتها كامل، هاي ليك تاخذ كامل وقتها وتبرد باش تعاودوا ديروها هنا وتزيدوا لها كريمه الشونتيي. ودوك يعني رايحين نحطوها على الطبقه الاولانيه. شوفوا الكريمه تاعنا كيفاش تولي، تجي كريمه ليس يعني هايله. حطوها كامل، اللي تحب تخلي شويه منها للتزيين معليش تخلي، تولي وكانها كامل كريمه الشونتي. وهذيك الريحه تاع المايزينا والكو تاع المايزينا كامل يعني يروح، بس فيها على بالكم لا شونتي، ولا شونتي تجي بزاف بنينه.
ودوك ندوزو للطبقه الاخرى عندي ها وليك الكلاصاج تاع الشوكولا. حبيت نقول لكم حاجه بك بالنسبه للكلاصاج تاع الشوكولا. انا كلاصاج تاع الشوكولا ضفت له نص كاس تاع الماء سخون يعني مغلي كيما شفتوني صراحه والامانه، يعني جاتني شويه خفيفه حتى عاودت رجعتها على النار وخليتها ردت زوج غليات ثلاثه عاودت تكثفت شويه. انتوما ديروا ربع كاس وشوفوا هكا حباباتي، ديروا ربع تاع الكاس وشوفوا. انا الصراحه ما فنخدم بهذاك العبر وهاد الخطره ما على باليش اذا لا شونتي ولا ما فهمت عفوا قلت لكم لا شونتي اذا الحليب، يعني الشوكولا راهي تروح فيها كل يوم. هاد الشوكولا هادي اللي استخدمتها ماشي الوجدان، هادي استخدمت دادا. عبايكم راني عمرت الفيديو اخطاء. هاد الشوكولا نحطوها هنايا ونمشوها على البلاط تاعنا. المهم تعرفوني نحب نكون صادقه معاكم، يعني كل حاجه نمدها لكم بامانه ومصداقيه نتحاسب عليها عند ربي سبحانه. يعني قلت لكم ديروا ربع كاس تاع الماء وشوفوا مشوها بهذه الطريقه، يعني في البلا هكذا بهذه الطريقه، ما تمسوهاش بالمغرف باش تعطيكم يعني كلاصاج لمع. هاي تمشي وحدها دوك تغطي لكم هكذا بهذه الطريقه، خلاص يعني تغطى لنا البلا كامل. بقات غير هادشي دوك نحبطها. التحليات تاعنا هاي ليك بعد ما خليتها بردت، اكيد مفروغ منها بلي كل التحليات تخلوهم يبردوا. ان شاء الله انا رايحه نقسم لكم يعني باش تشوفوها. بسم الله بسم الله رايحه نحي منها يعني مرسو هنايا. نتوما قطعوها على حسب الحجم اللي تحبوه. اكيد خلوها تبرد يعني على قد ما بردت على قد ما تقسم لكم. شوفوا يعني الطبقات كيفاش يجوا. عندنا هذيك الطبقه تاع البسكويت اللي درناها، اكيد شربوها مليح كيما قلت لكم، شربوها مليح بالحليب. وعندنا الطبقه الثانيه تاع الكريمه وعندنا كراسه الشوكولا. انا قربت لكم يعني باش تشوفوا التحليه مليح هنا وتشوفوا هذوك الطبقات، يعني شوفوا هذاك البسكويت كي يتشرب مليح بالحليب يولي طري ويولي شغل جينواز، شربوه مليح. والكريمه تاعنا هاي ليك يعني تجي طريه وتجي خفيفه، ماشي كيما كي نديروها بالمايزينا. طريقتي جديده ان شاء الله تكون حصريه في قناتي. وهنا رايحه نقسم لكم يعني منها باش تشوفوها. بسم الله شوفوا كيفاش تجي، تجي بزاف بنينه وتجي هايله، تجي تذوب في الفم، الكريمه تاعها بزاف بنينه. وصفتنا تاع نهار اليوم هذه هي، نتمنى ان شاء الله تجربوها. انتوما برك ما تنساوش السكر يعني كيما نسيتو انا. اللي تحب تنقص كميه تاع السكر معليش نقص كميه تاع السكر. انا درت 3 مغارف يعني برك في الكريمه، اللي حبت تدير قل من 3 مغارف دير زوج معليش، باسكو لا شونتيي حلوه تجي بزاف بنينه هاد التحليه. والشوكولا كيما قلت لكم ديروا يعني ربع تاع كاس ما سخون كيما شفتوني انا، يعني باش المشكله كان في الشوكولا ولا المهم ديروا ربع كاس. ماما انا حتى وشفتها شويه خفيفه رجعتها غير شويه على النار كيما شفتوني. اختار اخرى يعني اذا طحتوا في نفس الموقف رجعوها شويه على النار. صحه فطوركم، تلاقى بكم ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم.